بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضار. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. انتهت الثورة، ولكن هناك ثورة أخرى من نوع جديد، هذه المرة لم تكن على حاكم ظالم مستبد، ولا على نظام قد سرق الثروات ونهب الأموال وظلم البلاد والعباد، لكنها في هذه المرة من نوع آخر. إنها الثورة على دين الله سبحانه وتعالى، على الإسلام وعلى الإسلاميين. في هذه الأيام لا تسمع إلا الكلام عن الإسلام، عن الإسلاميين، وبخاصة عن السلفيين، سواء كان هذا الحديث بحق أو كان هذا الحديث بباطل. المهم أن الكل يتحدث عن الإسلام وعن الإسلاميين، وكما قلنا بصفة خاصة عن السلفيين. لما رأوا الناس قد صوتوا في يوم تاريخي لم تشهد له مصر قبل ذلك مثيلا، إنما صوتوا بما قال به العلماء وبما قال به الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لما نزل الإسلاميون إلى الشوارع ووقفوا بجوار اللجان صوت الناس بنعم، لأن في هذه التعليلات كما ذكرنا مرارا وتكرارا مصالح عظيمة للبلاد وللعباد. فلما صوتوا بنعم كما قلنا في هذا اليوم التاريخي الذي لم تشهد له مصر قبل ذلك مثيلا، وهذا التصويت
الذي جاء بنسبة كاسحة لا شك أن هذا أغاظ هؤلاء من المنافقين ومن العلمانيين، فتركوا ذلك كله وقاموا الآن في حرب شرسة على الإسلام وعلى المسلمين. وهذا إنما تعودناه عباد الله طيلة هذه السنوات الماضية. لا ننسى عباد الله أبدا الفيلم الذي كان يحارب الإسلام والمسلمين، الإرهاب والكباب. لا ننسى عباد الله أبدا مسلسل العائلة، ولا ننسى كذلك ما كان يصد به عن سبيل الله سبحانه وتعالى عبر وسائل هذه الإعلام، عبر وسائل الإعلام الذي ممكن منه هؤلاء كما قلنا من المنافقين ومن العلمانيين اللادينيون الذين لا يريدون لمصر الاستقرار ولا يريدون للعباد الأمن والأمان، ولكنهم يريدون ذلك ويريدون تلك الفوضى التي نعيش فيها في مثل هذه الأيام. لما نزل الملتزمون بدين الله سبحانه وتعالى إلى الشوارع ووقفوا بجوار النجان، صوت الناس كما قلنا عباد الله بما رآه العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يستنبطون الأحكام من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الاستفتاء بهذه النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى لا بفضل أحد من الناس، وإنما الناس كانوا أسبابا لذلك. ثم بعد ذلك عباد الله هؤلاء الذين قلنا من العلمانيين والمنافقين اتخذوا ذلك في الساعة يفزعون بها الناس. الإسلاميون إذا ملكوا البلاد والعباد، الإسلاميون إذا مسكوا الحكم وما شابه ذلك، سوف يقطعون الأيادي، سوف يرجمون الناس، سوف يقتلون، سوف يجلدون إلى غير ذلك من هذه الافتراءات. ليس هي في على الإسلاميين فحسب، ولكنها على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول لهؤلاء وهؤلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل موتوا بغيظكم. فالشعب المسلم عباد الله، أو الشعب المصري عموما، هو شعب طيب، شعب متدين، شعب يحب دينه، شعب يحب إسلامه، شعب قال كما قال العلماء وكما قال الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ننبه عباد الله أن من خرج في ذلك اليوم وقال لا نتهمه أبدا في دينه، وإنما لبس عليه كما قلنا من وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية الذين مكن منها هؤلاء العلمانيون والمنافقون. عباد الله، هنا وقفة لا بد لكل مسلم أن يقف الآن وقفة يعلم ماذا يراد له وماذا يراد به. فهذه أمة، أمة الإسلام التي تسبح الآن في بحور من الضعف والهوان، يتكالب عليها كلاب الأرض ينهشونها من مشرق ومن مغرب بين جهل أبنائها وجهل خاصتها وعامتها. كان لا بد عباد الله لكل مسلم أن يستوعب فقه الخلوص مما يحدث لبلادنا خاصة ولبلاد المسلمين عامة. هذا الموقف عباد الله لا بد وأن يزيد المسلم إيمانا، وأن يزيده ثقة في الله سبحانه وتعالى ويقينا في موعود الله جل وعلا. وهذه إرهاصات بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون بعدها ذلك النور، يضيء بعدها ذلك النور، فأشد ساعات الليل حركة وسوادا هي السويعات التي تكون قبيل الفجر، بعدها يأتي نور الفجر و
وهكذا عباد الله، وكان لابد لكل مسلم أن يقرأ قراءة واعية، قراءة في تاريخ الأمم السابقة، ليرى أن العاقبة للمتقين. مهما طال الليل بالنسبة للظالمين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بإسلامكم، أنتم الأعلون بإيمانكم، أنتم الأعلون بعقيدتكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فوجب على كل مسلم عباد الله أن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام، وأن يقوم من ركضته. وكما ذكرنا قبل ذلك، قال الإمام علي رحمه الله في أول خطبة خطبها، قال: أيها الناس، أريد رجلا فعالا، لا أريد رجلا قوالا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نريد عباد الله من يفعل لدين الله سبحانه وتعالى، ومن يقوم وينهض لدين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الدين منصور بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. كان لابد من قراءة عباد الله في تاريخ الأمم السابقة لتعلم أن العاقبة للمتقين. وإن طال هذا الليل فإن فجر الإسلام قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا عباد الله أن نتحدث عن هذا الأمر، نقول: لابد وأن تمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، كما أمرنا ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى كما في تلك الآية. لذلك عباد الله، بيّن الله عز وجل ذلك مرارا وتكرارا في كتابه الكريم، أن الذي يوقن بآيات الله جل وعلا هو المؤمن، وأن الكافر والمنافق لا يوقن أبدا بآيات الله سبحانه وتعالى. يرى الآيات من حوله فلا يوقن بها ولا يؤمن بها. لذلك عباد الله، ما استمر هؤلاء المنافقون والعلمانيون، ما استمر هؤلاء في حربهم على دين الله عز وجل إلا لأنهم لا يؤمنوا بهذه الآيات ولا بهذه البراهين التي يراها الواحد منهم في الصباح وفي المساء. وما أخذوا العظة، وما أخذوا العبرة، وما أخذوا الدروس المستفادة من النظام السابق. تخيل أن هناك رجل كان يتحكم في البلاد والعباد بإشارة واحدة منه، كان يزج بالملايين بالآلاف في السجون، كان بإشارة منه يقول: افعل أو لا تفعل. أين هو الآن؟ ألم يأخذ هؤلاء العظة والعبرة والدروس المستفادة؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعمى بصائر هؤلاء، وألقى الله سبحانه وتعالى عليها الغشاوة. لكن المؤمن عباد الله هو الذي يعتبر دائما وأبدا بالآيات، ويعتبر دائما وأبدا بالبراهين التي يراها من حوله، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو شأن المؤمن. أما شأن الكافر وشأن المنافق عباد الله، لا يعتبر أبدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يندم حيث لا ينفعه ذلك الندم. ثم ماذا عباد الله؟ نقول: لابد من قراءة في تاريخ الأمم لتعلم أن العاقبة للمتقين. مهما طال ذلك الليل فإنه لابد من قدوم الفجر،
نبي الله عز وجل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه لما طرأ الشرك في قوم نوح، وكان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص، فطرأ الشرك في قوم نوح فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوح عليه السلام، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يدعو قومه إلى الله جل وعلا. ثم ماذا عباد الله؟ أمره الله سبحانه وتعالى بأمر، أمره الله عز وجل بأن يصنع هذه السفينة على اليابس كما بين ربنا سبحانه وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نبي الله نوح عليه السلام يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، يصنع هذه السفينة على الرمال، يمر عليه الملأ من قومه يقولون: ماذا يفعل هذا الرجل؟ ألم يكن لهذا الرجل عقل يفكر به؟ أين الماء؟ أين البحار؟ أين الأنهار؟ أين المحيطات؟ أين ستسير هذه السفينة؟ ولكنه يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما اشتد به البلاء، اشتد به البلاء والأسى والاستهزاء، ماذا فعل نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى: رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. بفاء السببية أي عقب كلامه مباشرة، ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة مزهرة عباد الله، آية عجيبة بيّن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى، ليس ذلك في السماء فحسب، ولكن أيضا نبع من الأرض ذلك الماء، وانتقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد خدر، قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه جل وعلا وبحكمته وبقدرته جل في علاه، فانتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. ولننظر عباد الله بعد ذلك إلى سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما كسر الأصنام دعا إلى توحيد الله عز وجل فكذبه قومه، فكسر هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لما كسر هذه الأصنام أرادوا أن يعاقبوه، يعاقبوه بماذا؟ هل عاقبوه بسجن؟ هل عاقبوه بجلد؟ لا، يريدون أن يعاقبوه بالنار. قال الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: جمعوا لإبراهيم الحطب لمدة شهر، شهر كامل وهم يجمعون الحطب، قال كأنهم يريدون أن يحرقوا أمة ولا يريدون أن يحرقوا رجلا واحدا. فجمعوا الحطب لمدة شهر كامل، ثم أضرموا فيه النيران، ثم ألقي فيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاءه جبريل وقال: ألك إلي حاجة؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا هو الصحيح الثابت كما في صحيح البخاري. أما ما يذكره كثير من الناس عليم بحالي وغنيم عن سؤالي فهذا ليس عليه مستند. الصحيح الذي قاله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني رب العزة سبحانه وتعالى،
هو نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. فكانت أيضا هذه الآية العجيبة، إنسان ألقي في النار وبالخاصية النار الإحراق، لكن شاء الله عز وجل، لأن الأمور تجري بما عند الله سبحانه وتعالى ليس بما عند البشر. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقفها عن إحراق إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من النار سليما معافى، ما أصابه شيء. آية عجيبة، العاقبة للمتقين، دعا إلى الله سبحانه وتعالى فنصره الله عز وجل على قومه بلا إله إلا الله بتوحيد المعتقد. فنقول عباد الله، بكل مسلم لا بد وأن يثبت على دينه وأن يثبت على منهجه وأن يثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه بفضل الله عز وجل. ولا نحزن عباد الله من كثرة الأقاويل عن هذا المنهج المبارك، فإن هؤلاء بفضل الله عز وجل يتسببون بإذن الله سبحانه وتعالى في إسماع الناس عن هذا المنهج المبارك. من من الناس عباد الله كان يسمع مثلا قبل ذلك عن السلفية أو عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن منهج أهل السنة والجماعة أو ما شابه ذلك؟ الكل الآن يتحدث عباد الله كما قلنا، سواء كان هذا الحديث بحق أو كان هذا الحديث بباطل، المهم أنهم يتحدثون عن الإسلام وعن المسلمين. فاثبت عبد الله وارفع بذلك رأسك، ارفع رأسك فأنت المسلم، ارفع رأسك فأنت المؤمن، ارفع رأسك فأنت صاحب هذا المنهج المبارك الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر عباد الله إلى الثقة واليقين الذي ينقصنا نحن في مثل هذه الأيام. والله لا نحتاج إلى كثرة عدد ولا نحتاج إلى كثرة علل، وإنما نحتاج إلى أن تمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. يبين الله عز وجل من حال تلك المرأة أم موسى صلوات الله وسلامه عليه، امرأة تخاف على رضيعها المبارك، لا تخاف عليه كما نقول مثلا من البرد أو تخاف عليه من المرض أو ما شابه ذلك، لا، تخاف عليه من الذبح، تخاف عليه من القتل، لأن فرعون توعد بأن كل مولود ذكر سيولد سوف يكون له القتل أو الذبح. لماذا؟ لأنه عالم أن هلاكه سيكون على يد ذلك المولود الذكر، فأمر فرعون، أمر بماذا؟ أمر بأنه كل امرأة تولد مولودا ذكرا أن يقتل. أم موسى عليه السلام تخاف على ذلك الرضيع. الله عز وجل يريد أمرا آخر، يريد أن يكون ذلك الرضيع المبارك هو موسى صلى الله عليه وسلم على يديه هلاك ذلك الفرعون، فيأمرها ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. انظر، ربنا سبحانه وتعالى يقول لتلك المرأة: تخاف على هذا الرضيع، ألقيه في اليم، ألقيه في البحر. أي عقل عباد الله يستوعب ذلك ليتخاف عليه؟ كان من المفترض أن تحميه وأن تلصقه ببطنها وبصدرها وأن تغلق عليه الأبواب، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك من هذه الإشارات: فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك
وجاعلوه من المرسلين. امتثلت أم موسى لأمر ربها سبحانه وتعالى ووضعته وقلبها يرتجف من ذلك، لكنها امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. بل الذي يمسك موسى صلوات الله وسلامه عليه التابوت يقف في أي مكان؟ لا، بتدبير الله عز وجل وبحكمته سبحانه وتعالى يقف أمام القصر، قصر فرعون. بل الذي يأخذ موسى صلى الله عليه وسلم امرأة فرعون، وتلك المرأة يلقي ربنا سبحانه وتعالى في قلبها من المحبة لموسى صلى الله عليه وسلم، فتقول: لا تقتلوه، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولنا وهم لا يشعرون. شاء الله عز وجل أن يتربى موسى صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان، في بيت الرجل الذي يريد أن يقتله. آية عجيبة عباد الله. لا نحتاج كما قلنا إلى كثرة عدد ولا عدد، ولكننا نحتاج عباد الله إلى كثرة ثقة ويقين بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يحرم المراضع على موسى صلى الله عليه وسلم. ما تأتي امرأة تريد أن ترضع موسى عليه السلام إلا ويرفض موسى صلى الله عليه وسلم ذلك الرضيع المبارك، حتى كما حكى ربنا سبحانه وتعالى: تمر أخت موسى صلى الله عليه وسلم فتقول: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، إلى آخر هذه الآيات. الشاهد أن أم موسى عليه السلام هي التي ذهبت إلى قصر فرعون، ذهبت إلى قصر فرعون ثم ترضع ذلك الرضيع المبارك. يلتخم موسى صلى الله عليه وسلم ثدي أمه أيضا في آية عجيبة. الأمور عباد الله تجري بما عند الله سبحانه وتعالى، ليس بما عند البشر. فهذا الذي ينقصنا في مثل هذه الأيام، أن تمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول فرعون لأم موسى: أرضعيه، ويأمرها بأن تحسن إليه، ويأمرها بعد ذلك أن ترعاه في أحسن رعاية. آية عجيبة. ثم يكون بعد ذلك هلاك ذلك الفرعون على يد موسى صلى الله عليه وسلم. كون موسى عليه السلام وأصبحت الحرب بينه وبين فرعون، وآمن لموسى صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤمنين، توعده فرعون ومن كان معه من الكافرين. فر موسى صلى الله عليه وسلم من فرعون ومن كان معه من الكافرين، لكنه وجد موسى صلى الله عليه وسلم البحر من أمامه والعدو من خلفه. أين يذهب؟ أين يذهب موسى صلى الله عليه وسلم؟ سيدخل البحر، سيلحقه ذلك الفرعون، يرجع مرة أخرى يجد فرعون وجنوده في استقباله. ماذا يفعل موسى صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال بعض أصحاب موسى: إنا لمدركون، لا بد وأن يدركنا ذلك الفرعون. لكن انظر، عندما يمتلئ القلب بالثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى، قال موسى صلى الله عليه وسلم: كلا، لا، أبدا، لا يستطيع هذا أن يمسني بسوء. ولم يضر بخلد موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف الكيفية التي سينجيه بها سبحانه وتعالى، لكنه كان على ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى سينجيه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. معية النصر والتأييد. إن معي ربي سيهدين، سيوفقني إلى الطريق، سيهديني إلى الطريق الذي يكون بسببه نجاتي من ذلك الفرعون. وكانت هذه الآية العجيبة أيضا أن يأمره رب العزة سبحانه وتعالى.
أنت تخاف من فرعون؟ اضرب بعصاك البحر. ماذا تفعل تلك العصا في هذا البحر الخضم الممتلئ بالأمواج وما شابه ذلك؟ افعل ولا تقل كيف. اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه البحر، فكانت هذه الآية العجيبة. فانفلق هذا البحر، فكان كل فرق قد طود العظيم، وأسلفنا ثم الآخرين. هذا طريق واحد يجعله الله عز وجل نجاة لموسى ومن كان معه من المؤمنين، هو نفس الطريق يجعله الله عز وجل هلاكا لفرعون ومن كان معه من الكافرين. الثقة واليقين في نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين، هذا ما نحتاج إليه والله في مثل هذه الأيام. لماذا؟ لأن النصر والتمكين وعد أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فما يبقى لنا إلا الثقة واليقين في موعود رب العالمين سبحانه وتعالى. للأسف الشديد، وكما نذكر ذلك مرارا وتكرارا، أن الكثير من الناس امتلأ قلبه بماذا؟ باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو على ثقة ويقين بموعود رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الجولة القادمة لدين الله عز وجل وللإسلام وللمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أن يبشر، كما ذكرنا في الجمعة الماضية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: وبشر المؤمنين. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبشر ولا يقنط أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى في قدوم الخيرات كقدوم شهر رمضان كان يبشر قبل مجيء شهر رمضان صلوات الله وسلامه عليه. كان يبشر المؤمنين حتى في حالات الاستضعاف، كان يبشر المؤمنين بنصر رب العالمين وبتمكين ذلك الدين حتى في حالات الاستضعاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح يوما في فناء الكعبة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم البردة التي كان يلبسها صلوات الله وسلامه عليه ووضعها تحت رأسه يستريح قليلا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتيه خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد اشتد أذى المشركون بخباب، ومعلوم ماذا كان يفعل بخباب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان تحمى له أسياخ الحديد وكان يكوى بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الإزاء، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا قد بلغك ما يحدث لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب صلوات الله وسلامه عليه واحمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعطاه درسا في الصبر على البلاء، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين حتى وإن طال قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم، كان يؤتى بالرجل
فيحفر له في الأرض ثم يوضع في الحفر ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين ما يرده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بالله جل وعلا والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا هو موضع الشاهد، يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخفى لا يخشى أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بتمكين ذلك الدين، وهذا ما كان دائما وأبدا يغرسه صلوات الله وسلامه عليه في قلب المؤمنين الموحدين حتى وإن كانوا في أوقات الاستضعاف. عندنا أمل وعندنا بشرى في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمثلة التي نضربها على ذلك سحرة فرعون. سحرة فرعون في دقيقة واحدة بل ربما في أقل من دقيقة ينتقلون من الكفر إلى الإيمان من الظلمة إلى النور. هؤلاء لما دعاهم فرعون ليبطل حجج موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع فرعون أي ساحر مثلا، لا، بل جمع أمهر الناس في السيف، جمع هؤلاء القوم لأنه لا يعلم أن هناك أمهر منهم في السحر، فجمعهم لماذا؟ ليبطل أمام الناس حجج موسى صلوات الله وسلامه عليه، فجمعهم في صعيد واحد والناس يشهدون في سوق واحد في مكان واحد ليعلن ذلك الفرعون أن ما جاء به موسى إنما جاء بالأكاذيب والأباطيل. موسى صلى الله عليه وسلم تخيل أنه يقف بمفرده، يقف بمفرده، من الذي معه؟ معه الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه، ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. وقف موسى صلى الله عليه وسلم بمفرده ليحارب هؤلاء جميعا بمعتقده، بتوحيده لله سبحانه وتعالى، بثقته ويقينه في موعود ربه جل وعلا. ألقى السحرة هذه الحبال، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ليس بأي سحر، قال وجاءوا بسحر عظيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ارجع إلى الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إنك أنت الأعلى. فألقى موسى عصاه صلى الله عليه وسلم فإذا هي تلقف ما صنع. ماذا فعل السحر في دقيقة واحدة؟ علموا أن هذا الرجل ليس بساحر وأن هذا الرجل مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنهم علموا علم اليقين أنه لا يوجد ساحر على وجه الأرض أمهر منهم في السحر. إذن لا، ما يفعله موسى لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يكون ذلك سحر، ولكنه مؤيد، هذا الرجل مؤيد من قبل ربه سبحانه وتعالى. فألقي السحرة سجدا لم يتمالكوا أنفسهم
ولم يتشاوروا فيما بينهم، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. هذا هو الباطل عباد الله، لا يوقن أبدا بالآيات ولا بالبراهين. هو يعلم علم اليقين أن موسى ليس بساحر وأنه مؤيد من قبل الله عز وجل، ولكن العناد والاستكبار الذي نراه في مثل هذه الأيام أيضا يعارضون ويستكبرون، ويعلمون أن ما جاء به العلماء والدعاء هو الحق، وأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كتب له النصر والعز والتمكين، ومع ذلك يكابرون، ومع ذلك يفزعون الناس من الإسلام ومن المسلمين وما شابه ذلك. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا كان رد هؤلاء؟ قالوا لا ضير، افعل ما بال لك، لا يضيرنا ذلك شيء. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. هكذا شأن المؤمن عباد الله، مهما فعل به في هذه الحياة الدنيا فإنه نظره دائما وأبدا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لابد وأن تمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أيضا عباد الله، إذا أردنا أن نتحدث عن اليقين وعن الثقة في موعود الله سبحانه وتعالى لطال بنا المقام، وأخشى الإطالة، فإن الكلام كثير، فنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقية إلى الجمعة المقبلة. نستكمل هذه الأمثلة التي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة ليست للتسلية وليست للتسرية، ولكنها كما قلنا لتمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أن العبد إذا كان مع الله سبحانه وتعالى فليعلم أنه منصور، إذا كان مع الله عز وجل فليعلم أنه ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ما ينقصنا عباد الله إلا الثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى، ونرجع كما قلنا بقية الكلام إلى الجمعة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آماننا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، ومكن للمسلمين في كل مكان، وأيد المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل إخواننا المسلمين في ليبيا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصر المسلمين في ليبيا، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،
اللهم انصر المسلمين المجاهدين في اليمن، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين.